جيت القانون بتاعك ومعناتها ومطلق في العمل تو نحكيه بعد عن التمويل. ثم اليات اخرى توفرها الدوله للي يبعث مشروع في الصناعات التقليديه باش تعاونوا في ترويج منتوجه. نحكي ديما مثلا ناخذ ديما اختصاص الفوطة اللي هو اقرب اختصاص هنا نسيج يدوي ولا اكسا ولا صناعه الفخار. احنا عندنا على المستوى الوطني برشا معارك ننظموهم سواء ننظمهم الديوان ننظمهم الوزاره نتاعنا او ننظموهم بالشراكه مع معارض اخرى كما معرض سوسه معرض شاكس معرض الكرم. ثم تقريبا اكثر من 30 تظاهر على المستوى الوطني. تقريبا 90% من التظاهرات هذه مجانا معناتها الحيره في كيشارك فيها ما يدفعش فلوس. ثم خاصه في الجهات الداخليه في بعض الجهات السياحيه مثلا عندنا معرض في مهرجان تونس عندنا في مهرجان تونس الطبرقه المهديه نابل هذوما عده مهرجانات ونظموا فيهم معارض للحرفيين باش يشجعوهم باش يبيعوا البرودوي نتاعهم. ثم قرى حرفيه ثم القرى الحرفيه كيف كيف اللي يقع بعثها في عده جهات واللي هي نوفروا فيها فضاءات باسعار رمزيه للحرفيين وان شاء الله معناتها في سيرتو في معتمديه صيدا من بحجر. احنا عندنا فضاء في بحجر ممكن تعرفوه اللي هو كان معمل زرابي قبل وتوا مسكر عنده اكثر من 20 سنه معناتها معمل كبير ان شاء الله نلقى استغلاله باش نبعثوا فيه فضاء لي جون بروموتور الباحثين الجدد ينجموا يكونوا خريجي تعليم عالي خريجي مراكز تكوين موهوبين في المجال الصناعه التقليديه وش يكون الفضاء هذايا لهم هما. زاد جانب اللي نشجعوا فيه الحرفيين هو المعارض في الخارج. احنا تقريبا عندنا سنويا بين 10 و 12 معرض نشاركوا فيه. العام هذايا 2016 الحكومه زادت توفرت تقريبا 2 مليارات للمعارض والتظاهرات والحرفيين كما تشوفوا هذايا معرض في باريس عندنا معارض في فرانكفورت في ميلانو في نيويورك هذوما المعارض. الدولة توفر الفضاء هذا مجانا للحرفيين باش يعرضوا منتوجاتهم ويبيعوها ونزيدوهم حتى تدخل عن طريق صندوق النهوض صندوق تطوير صندوق النهوض بالصادرات عن طريق السيبكس مركز نهوض بالصادرات نمتعوهم ببعض الامتيازات اللي تخص استرجاع جانب المصاريف سواء بي دافيون ولا ليبرجمون ولا معناتها المصاريف اللي يصرفها الارتيزان ولا الباعث مؤسس يشارك في معرض في الخارج. دونك هذوما تشجيعات ديما باش ندعموا الحرفي في الصناعه التقليديه باش ينجم يجابه المنافسه وينجم يروج المنتوج نتاعو. سيرتو تعرفوا احنا منتوج الصناعه التقليديه كان تقريبا 70% يتباع للسائح لكن خاصه مع تراجع القطاع السياحي ولينا نعملوا اكثر على التونسي وعلى التصدير دونك على الاسواق الخارجيه. تقعد التمويل بالنسبه للتمويل توا خيال من البي تي اس بي اف بي ام يعطيكم فكره اكثر على اليات التمويل لكن بالنسبه للصناعه التقليديه نجم نزيد نضيفه انه احنا عندنا قرض اسمه قرض مال متداول كريدي فون درومون. هذا القرض تعطى من عام 1989 ومن 2007 وقع 2009 وقع احاله البنك التونسي للتضامن. القرض هذا يوصل 4000 دينار. الفرق بين القروض العاديه نتاع البنك التونسي للتضامن انه هو فون درومون فلوس معناتها انت مثلا عندك اختصاص في الخياطه ولا زميلك عنده اختصاص في المسوق ولا في الحلي هذا ينجم يتحصل على 400 فلوس اسباس باش يبعث المشروع نتاعو باش ينجم يشدوه 6 شهور ينجم يشدوه عام باش يدور الدولاب ويخلص وينجم نعاودوا. وبالنسبه للمؤسسات اللي يبعث مؤسسه حرفيه بيرسون موراك ينجم يوصل حتى 10000 دينار فوندرولمون معناتها فلوس هذه كيف كيف يقع استخلاصها في مده ماكسيموم 4 سنوات احنا توا هبطنا حتى من 3 سنوات يمكن مع تقريبا 3 أشهر فأكثر بالنسبة لفترة إمهال وتود التاريخ ما يفوتش 5% ووصلنا احنا من عام 89 تقريبا فوتنا 55 مليار قروض صغرى. القروض هذه فون درومون تعطت للحرفيين تقريبا 60,000 حرفي انتفعوا بالقروض هذه وان شاء الله في المستقبل نحاولوا باش نرفعوا حتى القيمة أكثر من 4000 دينار باعتبار أنه نعرفوا الحرفيين في بعض الأحيان يستحقوا أكثر من فون درومون. دونك القرض توا زيد سي فوزي يعطيكم فكره اكثر على البي تي اس ومتدخلها لكن ما ثماش اشكاليه. احنا الحق حتى تقريبا في 2015 تقريبا 40% من القروض اللي اعطاها بي تي اس كانت للصناعه التقليديه الحرفيه. بالنسبه للشروط هي شروط عاديه باش يكون تونسي عنده بيرسون فيزيك كفاءه مهنيه وتفرغ للمشروع. جانب اخر زاد كيف كيف هذا تشوفوا تشجيع لي جون بروموتور هذوما عملناه كيفكم انتم البعض منهم كان اون شوماج
وجاء وبعث مشروع في الصناعه التقليديه عملناه معناتها بعد 3-4 شهور مكناهم باش يشاركوا في المعرض. هذوما 3 بنات عاملين بوزار شاركوا في معرض الكرم في صناعه الاكسسوار متخرجين من البوزار سوس، دونك يخدموا على الحلفه على السعف ويعملوا كلهم دي بيجو دي اكسسوار، دونك قاعدين يشاركوا في المعرض. جناح بار اكزومبل هالموبل تراديسيونيل معناتها نجم تخشيش نجم راجع اللوح ستيون اكتيفيتي ارتيزانال زاد كيف كيف المكنوم من المشاركة الأولى في المعرض المجاني. بالنسبة لأهم البرامج كما قلنا عنا إن شاء الله في بحجر باش يكون قطب خاص بمهن كل ما يخص النسيج والموضة. عنا برنامج كيف كيف في المكنين بعث قرية حرفية تقيم قيمة 5 مليارات باش تكون مخصصة خاصة لاختصاصات الفخار والخزف. ثم كذلك باش نواصلوا المعارض في الخارج والسنة كما قلت عنا أكثر من تقريبا من 20 معرض في الخارج بشاركوا فيه الحرفيين. وعندنا العديد منهم اللي موجودين في معتمدية بتاعكم، ثم شكون خرج توا حاليا، ثم شكون مشى لتولوز، ثم شكون خرج الميلانو باريس، ثم شكون مشى نيويورك، ثم شكون مشى الهند. هذوما حرفيين دي جو بعض منهم عمره 23-24 سنة وخرجوا المعارض في الخارج وقاعدين يروجوا في المندوج بتاعهم وقاعدين يجيبوا دي كوموند كبار. وكما قلت راهو الاختصاصات متنوعة، احنا فقط اذا تتصلوا بنا اي موهبة كانت عندك كنت تنجم تتصل بينا وشيئا فشيئا راهم مدوكم بالتشجيعات تشوفوا مع الفضاءات هذه اللي قاعدين ان شاء الله. فضاء هذه قريه في نابل، عندنا قريه في تطاوين، قرى حرفيه هذه في توزر ديجا عندها تقريبا جمعتين من اللي حلت تقريبا 2.5 مليارات، وقرى حرفيه هذه باش نشجعوا الرجال ان شاء الله يكون حظكم انتم وافر باش نعملوا هالقريه هذه في بحجر واللي تنجم تعاونكم باش تطور لكم مشاريعكم. ويبقى اهم شيء هو لازمكم تتصلوا بينا، موجوده المندوبيه موجوده بجانب الولايه بعد جامعه برقيبه في شارع عبد السلام تريمش، ومرحبا بكم. واذا ثم تساؤلات بالطبيعه نحبوا نسمعوكم ونسمعوا مقترحاتكم واستفساراتكم. بارك الله فيكم.